بسم الله الرحمن الرحيم، أعزائي المشاهدين أهلا ومرحبا بكم في قناتكم مومو نيوز الأخبار الرياضية. إذا قبل البداية لا تنسوا الضغط على زر الاشتراك والإعجاب بالفيديو لكي يصلكم كل جديد إن شاء الله. إذا سوف يواجه نادي مانشستر سيتي بعد نصف ساعة إن شاء الله نادي أرسنال في جولة جديدة ضمن البريمير ليج، وبالضبط على الساعة 5:30 بتوقيت الجزائر. إذا المدرب بيب غوارديولا أعلن عن التشكيلة الأساسية والتي شهدت غياب النجم الجزائري رياض محرز وجلوسه على دكة البدلاء، وهذا ما توقعناه طبعا باعتبار أن المدرب بيب غوارديولا يواصل تهميشه للاعب الجزائري رياض محرز. إذا التشكيلة الأساسية: إيدرسون، ووكر، أوتامندي، فرناندينيو، وبالإضافة إلى ميندي. في وسط الميدان كل من رودري، دي بروين، غوندوغان، وفي الهجوم كل من خيسوس، ستيرلينغ، بالإضافة إلى فودا. إذا هذه التشكيلة الأساسية. للأسف رياض محرز يغيب عن هذه التشكيلة بطبيعة الحال، والأسباب تبقى مجهولة لحد الآن. بيب غوارديولا لا يعتمد على رياض محرز في المباريات المهمة، اعتمد عليه في المباراة الأخيرة ولكنها كانت مباراة غير مهمة باعتبار أن نادي مانشستر سيتي تأهل إلى الدور الثاني من الشامبيونز ليج في المباريات السابقة. إذا وضعية رياض محرز وضعية لا يحسد عليها. نتمنى أن يغادر مانشستر سيتي إلى نادي آخر إن شاء الله. أعزائي المشاهدين أشكركم جزيل الشكر على المشاهدة، دمتم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.